الحمد لله السيدة، هذا كنتم في أجواء أخوية، أجواء عائلية مزيان، يعني الكل بالخصوص أن كسبنا واحد النقطة الإيجابية، أن المنتخب الإريتري انسحب من المسابقة من التصفيات، فهذا واحد المكسب باش نربحوا المزيد من التحضيرات ونكونوا في أكثر انسجام. الحمد لله التدريبات كتمر أجواء جيدة. كنت حديثا معك المنتخب الوطني المغربي، شنو احساسك فريق؟ إحساسي لا يوصف، أي واحد وأي لاعب مغربي يتمنى أنه يتنادى عليه المنتخب الوطني، فأنا سعيد بالتواجد، وفي أي وقت رغب المدرب الوطني أنه يناديني فأنا على تم استعداد الدفاع عن الألوان المنتخب الوطني المغربي. جواد، المنتخب الوطني الآن ولا صعيب على اللاعبين، يعني شنو المجهود اللي ممكن تقوموا بها باش أنكم تنالوا شرف أنكم تحكم بالمنتخب الوطني؟ بطبيعة الحال فاللاعب المغربي أنه خاص يقدم مستويات رائعة سواء مع الفريق ديالو سواء مع المنتخب، فهذا ملي كتم النداء عليك فإلا خاصك تكون في أتم الاستعداد باش تقدم مستويات اللي تضيف بها يعني اللي بتعامل بها الأصدقاء ديالك.